سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، نتشرف بصعود حضرتك على المسرح لتكريم أبطالنا. أولاً المكرمين في السباحة وسام الرياضة من الطبقة الأولى، الدكتور محمد فتحي سليمان علي سعد، مدير فني منتخب مصر للسباحة، شارك في بطولة العالم للسباحة بالمكسيك في عام 2017. هاجر طارق عبد المجيد السيد، مدربة منتخب السباحة، شاركت في بطولة العالم السباحة بالمكسيك في عام 2017. مريم طارق عبد المجيد السيد يوسف، بطلة عالم في السباحة، الحاصلة على ميدالية ذهبية وميدالية فضية في بطولة العالم بالمكسيك عام 2017. تنس الطاولة، وسام رياضة من الطبقة الأولى، البطل المرحوم مازن مصطفى كمال السماحي، بطل العالم في تنس الطاولة، الحاصل على 2 ميدالية فضية وميدالية برونزية في بطولة العالم بالتشيك عام 2017. تتسلمها والدته السيدة فادية حافظ سلامة وشقيقه السيد محمد مصطفى السماحي.
الرياضة من الطبقة الثانية السيد أسامة منصور محمد موسى، مدير فني منتخب مصر تنس الطاولة، شارك في بطولة العالم لتنس الطاولة بلتشيك في عام 2017. السيد محمد عبد المطلب محمد البهي عبد المطلب، مدرب منتخب تنس الطاولة. كريم شريف محمد الزيني، بطل عالم في تنس الطاولة، الحاصل على ميدالية فضية وميدالية برونزية في بطولة العالم بلتشيك عام 2017. نرمين أحمد محمد رشاد، بطلة العالم في تنس الطاولة، الحاصلة على ميدالية فضية واثنين ميدالية برونزية في بطولة العالم بلتشيك عام 2017. محمد عاطف محمد سليمان، بطلة العالم في تنس الطاولة، حصل على ميدالية فضية وميدالية برونزية في بطولة العالم بلتشيك في عام 2017. معتز محمد محمود السيد، بطل العالم في تنس الطاولة، الحاصل على ميدالية فضية في بطولة العالم بلتشيك في عام 2017. الرياضة من الطبقة الثالثة، اللاعبة أسماء أحمد رجب عمر، بطلة العالم في تنس الطاولة، الحاصلة على ميدالية برونزية في بطولة العالم بلتشيك في عام 2017. ثالثا الكاراتيه، وسام الرياضة من الطبقة الأولى، السيد محمد حمدي عبد اللطيف السيد، مدرب منتخب الكاراتيه.
العزيز عاصم عبد العزيز أبو النجا، بطل عالم في الكاراتيه الحاصل على ميدالية ذهبية في بطولة العالم بأسبانيا في عام 2018. علاء الدين عادل إبراهيم، بطلة عالم في الكاراتيه حاصلة على ميدالية ذهبية في بطولة العالم بأسبانيا في عام 2018. كمال محمد اللقاني، وسام رياضة من الطبقة الثانية، بطل عالم في الكاراتيه الحاصل على ميدالية فضية في بطولة العالم بأسبانيا عام 2018. شكرا سيادة الرئيس لدعم سيادتك وحرصك على تكريم أبطالنا النهاردة. رحمة وعلي ويحيى عايزين يقولوا حضرتك حاجة، فضل يا رحمة. هدية بالقلوب ده أولاد أبطال الاتحاد المصري للعقارات الذهنية. ده رئيسنا اللي غالي علينا. أنا أحبك أنا يا رئيس. وبالله بالصورة مع حضرتك. وطبعا مع حضرتنا المهندس عادل وبدة، ينفع؟ تقيل عليك تقيل عليك تقيل عليك سيري، وانت حبيبي. عايزين بالصورة مع حضرتك، وكمان حضرتنا المهندسة عادل وبدة تيجي تتصور معانا، ممكن؟ عبد الفتاح السيسي.